السلام عليك يا شيخ، سلام ورحمة، يا مرحبا. كيف الحال؟ يا مرحبا أختي. شيخ، قبل 3 سنوات إيه أنا كنت يعني جدا ملتزمة بصلاتي وكل فرض يعني، وحتى بعد كل فرض يعني أقرأ جزء من القرآن الكريم والذكر، بس تزوجت يعني أحس أن بتعدت عن دينك. ابتعدت عن ديني، يعني حتى لما أصلي أحس كل الشغلات، كل أمور الدنيا ابدا افكر فيها، بس اخلص صلاه يا ام عبد اشيل هذا الله. بحط هذا باخذ هذا، ما في خشوع، ما في هذاك الاحساس والقرب من رب العالمين مثل ما كنت احس قبل. زين، شو السبب ام عبد الله؟ ما اعرف، لا انا اعرف ام عبد الله. يعني هل هو انشغالي بزوجي وبحياتي وبيتي وبعيالي؟ انشغالك بزوجك اجر ترى، صح؟ بس انا اشتاق لهذاك الشعور. ادري، بس انشغالك ام عبد الله، تدري شو بعض الحريم يظن؟ وهذه رسالة لكل النساء، وأنت منهن، تظن النساء أن الانشغال بالزوج لا يترتب عليه الأجر. يعني لما جاءت يا رسول الله ذهب الرجال بالجهاد وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إحداكن لزوجه تعدل هذا. شو رأيك؟ إيش رأيك؟ طاعة إحداكن لزوجه تعدل هذا. فأنتن، وإذا نظر إليها أسرت، والمرأة إذا حفظت فرجها وصامت شهرها وطاعت بعلها وصلت 5 دخلت الجنة. وش رأيك؟ فأنت لا تظني أن محور الطاعة الآن في حياتك الزوجية تقتضي فقط صلاة وصيام بس، لا، انشغالك بالزوج نوع من أنواع الجهاد. احنا بس للأسف، احنا للأسف بعض يظن الجهاد حمل سلاح وتر، والله أكبر، هذا اللي احنا نظنه. أعظم جهاد يا سيدتي اسمعي، جهاد النفس. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا للأنثى والذكر. وأعظم جهاد للأنثى طاعة الزوج. شو رأيك؟ فأنت لا تنظري لنفسك أنه أنا والله أنشغل في زوجي فكذا، هذا نوع من أنواع الطاعة، وأنشغل بعيالي نوع من أنواع الطاعة. لا تنظر أنت، ليس فقط يعني لا تنظر أنك تؤدي روتين الحياة، بل أنت تؤدين الطاعة تتقربين بها للمولى. بسألك سؤال يا أم عبد الله، الحين لو وانت جالسة في الصالة وماسك الموبايل وجوزك نظر إليك وانت نظرت له وابتسمتي، تؤجرين ولا لا؟ أؤجر. إذا نظر إليها أسرت، يعني فرح، ابتسمتي، تخيلي. فكيف لما تعدي للطعام ويوم يا حبيبي والكلام المعسول وطيعينا إذا أمر، تتوقع كل هذا ما يترتب عليه أجر؟ فأبعدي عنك الوسواس، الله يرضى عنك. أنا اللي قصدته يا شيخ يعني أنا أقوم بأموري يعني في حياتي الزوجية ومع أطفالي ومع، بس لما أجي على صلاتي خلاص الجدول، في جدول يعني في بالي، يعني وأنا أصلي أفكر شو بحط وشو بشيل وشو بعمل، يعني في مليون شغلة ما أحس لا بالفاتحة ولا بالصورة هذا ولا بالركوع ولا بالسجود. هذا لا وسيم يوسف بيعالجك ولا يوسف وسيم بيعالجك، هذا أنت تعالجين نفسك. ليه؟ هذا أمر يتعلق بقلبك. أنت واجب الآن تقومي بالدعاء لله. بمعنى أحدهم ابن السيرين على ما أحفظ قال 40 سنة أجاهد نفسي في الصلاة حتى أصبحت إذا دخلت الصلاة لا أريد الخروج منها. هذا أمر يحتاج مجاهدة منك، علمتي؟ هذا أنا ما عندي عصا موسى أقولك افعلي أو لا تفعلي، هذا الأمر يتعلق بالقلب الخشوع، علمتي؟ كيف أكون خاشعة في صلاتي؟ سلي ربك اللهم ارزقني صلاة الخاشعين، بس ادعي ربك يا رب أنا أحبك، بس يا رب جدولي أنا يا كيف تكلميني الآن بحرقة أنت؟ صح، أنت تكلميني الآن بحرقة تريدين علاج، صح؟ كلم الله عز وجل بهذه الحرقة، هو بيده كل العلاجات، كل المفاتيح بيد الله. وصلت لمرحلة أني أحس كأن الله يعني استغفر الله ما يسمعني من كثر ما أنا بعيدة، هذا غلط، أحسني ملتزمة مثل ما كنت. والله العظيم الله يسمع الكلمات قبل أن تنطق بالكلمات، يعني لما حتى صلاة الفجر ما صرت أصليها مثل قبل. إذن أنت وأنا تعبانة. إذن أنت شو اليوم يا أم عبد الله شو تسوين؟ تصلين ركعتين وتقولين يا رب أنا عندي مشكلة 1 2 3 يا رب، وأنت بيدك العلاج والدواء وبيدك المفتاح وأنت خير الفاتحين، بس وارفع الملف لله. والله العظيم الله أرحم بك من كل حد على وجه الأرض. تظنين الله ما يرحمك وما يستجيب دعائك؟
الجأ لله يا ام عبد الله. اقول الله ما يستجبر دعائي، انا مقصره في عبادتي يعني. الجأ لله وقولي واعترفي يا رب انا مقصره بعبادتي، فيا رب ارزقني شعور الطمأنينه في العباده. الجأ لله، لا تلجأ الى وسيم، خلي وسيم حطي هذا، هذا اكثر شيء يتحرك عندي في الاستوديو، حطي وسيم على الرف. ممنوع، انا ما اريد وسيم ولا اريد شيخ دين ولا اريد مطوع ولا اريد حد، ها علاقتي مع الله مباشره، يا رب انقذني بس. تظنين الله يغفل عنك؟ جزاك الله ألف خير يا شيخ. الله يطول لي عمرك يا ام عبد الله، مرحبا.